وعبد العزيز خنوش ورحنا والنعجه ب 4000 وكاينه ب 600 وكاينه ب 400 ورا الرويزه قال لي خارجه بغيناك تعطينا الرويزه لرحامنا من واد مربيع الى واد تنسيب خيمه خيمه وتعطي كل خيمه طون وبيناها فابور وما عندنا باش نخلصوا والدقيق ب 35 والخنشه والتبن ب 1000 والخنشه ب 1000 الخنشه والسمندر ب 70 والنخاله ب 70 والشعير 120 القمح 120 ورحله كملنا جلاله الملك وعبد العزيز لخنوش وكيقول لك واعطينا الرويزه فابور وراه درهم ما عندناش والله يرحم والديك ولكن انت عندك الخير موجود من طنجه القويره وخلص هذه الرويزه خلصها ثالثه ولا ثلثين انت خلص نص وجلاله الملك خلص نص الخيرات بزاف الله يزاديك ورحنا بهيمنا ما كاين باش يعيشوا ولا بهيم وخاصنا احنا ما ناكلوا والدقيق غالي ماشينا لقينا باش نسوقوا والخضره غلات وكل شيء غلا والدقيق غلا والسكر ولا 250 وكل شيء غلا والزيت 250 الرومي الاخر ب 1000 الله يزاديك عندنا خير واعطينا الرويزه فابور راه لا تحسب نقول نعطوك 40 ريال الكيلو كل دار اعطيها طول ما عندنا تا ريال رحنا مقرضين كل شيء الشباب اللي عنده وليدات راهم كل شيء محبوس لا خدمه لا رزمه واعطينا 40000 للدار وباش نعيشوا وراه 2020 راه قاصحه وراه حبات الخردل ما كاينه في العروبيه وتقول غا خنشه تاع التبن ووالو وحنا كاع الحشاش جا والو ابو قيبور كملوه البهيم وراه ما كاين حتى حاجه.